اجتمع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية مع معالي الدكتور أحمد داود أوغلو وزير خارجية جمهورية تركيا الصديقة، وذلك مساء اليوم في الديوان العام لوزارة الخارجية. وقد تم خلال الاجتماع التباحث والتنسيق حول مجمل مجالات التعاون المشترك والعلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين وسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين وطموحات شعبيهما الصديقين. وأشاد معالي وزير الخارجية بمواقف جمهورية تركيا المتطابقة مع توجهات مملكة البحرين حيال العديد من القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية. وأعقب الاجتماع مؤتمر صحفي مشترك بين معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية ومعالي الدكتور أحمد داود أوغلو وزير خارجية جمهورية تركيا الصديقة في الديوان العام لوزارة الخارجية. وأننا نقدر المواقف الثابتة لتركيا في مساندة مملكة البحرين في مواجهة الأحداث التي مرت بها في السنوات الماضية، وكانت تركيا في مقدمة الدول التي أكدت مرارا وتكرارا تأييدها لسيادة مملكة البحرين واستقلالها ورفضها أي مساس بهذه السيادة من أي دولة أخرى، ونحن نقدر لها ذلك أيما تقدير. كما تطورت علاقاتنا إلى علاقات ذات طبيعة استراتيجية، وقام صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى بأكثر من زيارة للجمهورية التركية، وتبادل خلالها وجهات النظر مع القيادة التركية، بما أدى إلى تعزيز العلاقات السياسية والأمنية والعسكرية والثقافية والاقتصادية والسياحية بين البلدين. وبناء على رؤى مشتركة بين البلدين الصديقين، تم إنشاء الحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية التركية لما فيه من مصالح مشتركة ومنافع متبادلة. لقد أجريت اليوم مع معالي الدكتور أحمد داود أوغلو مباحثات مثمرة ومفيدة تناولت العلاقات الثنائية المتنامية بين البحرين وتركيا في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية وغيرها، وأيضا علاقات تركيا بمجلس التعاون لدول الخليج العربية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها قضيتين نوليهما أهمية خاصة. الأولى هي الأزمة السورية، حيث أكدت على دعمنا للجهود التركية للتخفيف من معاناة الشعب السوري، فتركيا أكبر دولة مستضيفة للأشقاء السوريين اللاجئين، وهي أيضا تستضيف كثير من اجتماعات الفصائل السورية ومنها الائتلاف الوطني السوري. والموضوع الآخر الأمن الإقليمي، فلقد بحثنا العلاقات بين دول المنطقة والقضايا الأمنية والإقليمية الراهنة، ومنها البرنامج النووي الإيراني وتطوراته وغيرها من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث نقدر جهود الجمهورية التركية في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها. وأود حيث أن أرحب بأخي معالي الوزير في بلده أخا زائرا ومشاركا في مؤتمر حوار التعاون الآسيوي، متمنيا له طيب الإقامة. وكان معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية في مقدمة مستقبل معالي وزير خارجية تركيا لدى وصوله مملكة البحرين في وقت سابق اليوم، حيث يشارك الوزير التركي في مؤتمر حول التعاون الآسيوي ضمن الوفود الرسمية المشاركة في هذا الحدث الذي تستضيفه مملكة البحرين.